وبعض الناس للأسف قلوبهم تحمل حقد، ما يعفو، ما يصفح، ما يتنازل، ما يغفر. مشكلة صار لها سنوات، بعض القضايا، المشاكل، الإرث، بعض المشاكل حتى في العوائل أو علاقات بين الأصدقاء في المجتمع أو بين الجيران، قضية صار لها سنين وبعد حامل في قلبه على فلان وعلان. تعال اغفر، اعفو، اصفح، حتى لو كان هو مخطئ عليك حقيقة. لابد أن تمتلك حبا للآخرين، هذا الحب يولد عندك صفة العفو، تقيل عثرة الآخر وتقبل اعتذار الآخر. صفة المؤمن شنو؟ يقيل العثرة ويقبل العذر. بعض الناس حتى لو هذا المخطئ اجي اعتذر منه، قال لا أنا هذا العذر شنو أسوي فيه؟ وين أصرفه؟ تصرفه عند الله عز وجل. وين تصرفه؟ عند الله تصرفه. كل ما أنت كان تعاملك مع الآخرين من منطلق الحب، أنت عيش راحة، أنت تصير مرتاح قلبيا، هذا القلب يصير صافي.